اهلا بكم وسهلا وجولة افريقية جديدة لفرقنا العربية. مباراة اليوم ما بين النادي الاهلي ممثل لكرة القدم المصرية وسيمبا الفريق التنزاني. مباراة هي في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الاولى. النادي الاهلي في المباراة الاولى نجح في الفوز على المريخ السوداني بثلاثة اهداف مقابل لا شيء. المسؤولية تماما، درجة الحرارة 29-30، عملت في مساحة كويسة، دخل منطقة الجزاء، ولكن محمد الشناوي في الوقت المناسب يتدخل وينقذ الموقف. هروب في المساحة اللي ما بين بدر بنون ومحمد هاني، جاي لمحمود وحيد عشان تبقى برجله الشمال، طلع على طول عالية فوق، ولكن حارس المرمى على بيس، لكن خدوها وبقوة. ادي الكرة العرضية، ولكن الشناوي هو ده المطلوب. برافو ديانج، قافل كويس قوي العرضية، اوف سايد، يلعب في مساحة جميلة إلى بواليا، وادي العرضية، أيوة كده دخول ربا، موقف على طول مهم جدا، فرصة بواليا، يا ولد، ولكن فقد الإيمان إن ممكن، أنت بطل أفريقيا وثالث العالم والتصويب، ولكن كهربا فوق العرضة. النادي الاهلي اول ما بدا يضغط، اول ما العدد زاد الاهلي سيطر تماما. ادي التحول، ادي رقم 11 الحريف ميكيسون اللي بيتكلم عليه، وادي العرضيه، سلام، مفيش مجال للتصويب، قافلين كويس قوي لعيبه النادي الاهلي. تاني على طول تروح للخطير، يصوب ويسجل اول اهداف اللقاء. هو ميكيسون، هو اللاعب الموزمبيقي الخطير اللي حذرنا منه، وموسيماني حذر منه، لعيب مزعج منه، اللي مزعج جدا رغم العدد الزياده اللي عامله النادي الاهلي، رغم تركيز لعيبة النادي الاهلي العالي جدا وحالتهم. ادي على طول اجاي باص الامامي في المساحة، تاني على طول شوف تنزانيا بتلعب كرة عاملة ازاي، لا 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 لا، عدى بشكل خطر جدا، وفي القائم كيومبي اللاعب يكون زيادة. طب وبعدين، برافو يا شناوي عظيم، رد فين خط الوسط، تحضير تاني وتصويب تاني، ولكن الى موسيماني بيحضره للي جاي، انطلاقه تاني، خد راحته قوي، لا 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 لا، مش معقول. لعيبه الاهلي خايفين من ضربه الجزاء، تاني من جديد بالعرض، عايز لمسه يد، مفيش فار، والامور تسير على ما يرام. استحواذ، استخلاص، تصويب، قضي الامر، خلي بالك، الطريق الدائري هو الحل، وضربة الرأس وخرج. ادي محاولات من تاني، ادي مرور الى ضربة المرمى، الله سلم، اي والله يسير.